Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos chers invités. Merci d'avoir sacrifié votre précieux temps pour être au rendez-vous. أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لي أن أقوم نيابة عن طاقم مجموعة مدارس Beautiful Mind School بالترحيب بكم. أرحب بالسيد مدير المركز الأكاديمي للدراسات الثقافية والأبحاث التربوية دكتور مصطفى شميعة، وسيدة ابتسام حماني نائبة عمدة مدينة فاس. كما أرحب بالسادة المفتشين التربويين والسادة مديري المؤسسات التربوية والسادة الأساتذة والفاعلين والشركاء التربويين والآباء والأولياء والتلاميذ. كما أرحب بالإعلامي الأستاذ حسن شروق رئيس محترف الشعب والسيد حسن بن يوب عن فاس نيوز. وخير ما نستهل به هذا الحفل آيات بينات من الذكر الحكيم تلقيها على مسامعكم التلميذة ملاك مداح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ملك الداء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، والآن سأترككم مع الأستاذة نجواة حماني الإدريسي أستاذة اللغة العربية لإلقاء كلمة ترحيب بالتلميذة مريم أنجون، فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله. في البداية أود أن أشكر المسؤولين على مدرستنا، وأرحب بالحضور الكريم في هذا الحفل الذي نستقبل فيه بطلة تحدي القراءة مريم أنجون، والتي احتضنتها مؤسستنا بكل فخر واعتزاز. قال الكاتب عباس محمود العقاد: بالقراءة يمكن أن نعيش أكثر من حياة. فللقراءة أهمية كبيرة في حياتنا، فهي أساس العلم والمعرفة وأيضا غذاء للروح والعقل. ولا يمكن الحديث عن حضارة دولة دون الحديث عن أهمية القراءة كقوة ثقافية وعلمية، فهي تقاس بمدى اهتمام الشعوب بها، والتلاميذ بصفة عامة أصبحوا واعين بها انطلاقا من الطفلة المتميزة مريم أنجون، سفيرة
القراءة العربية وبطلة تحدي مشروع القراءة العربية. فمرحبا بك أيتها المتميزة في مؤسستنا Beautiful Mind School، ونتمنى أن تكوني خير قدوة لتلاميذنا، ووجودك معنا سيعطيهم فرصة للعطاء أكثر والتألق. شكرا لمدرستنا على احتضانك، والسلام عليكم. أنا من بذل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة. كلما أخلقته جددني، وكساني من حلى الفضل ثيابا. صحبة لم أشكو منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا. رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطابا. إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابا. تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا. فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابا. صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابا. أشكر إدارة مؤسسة Beautiful Mind على استدعائي حضوري إلى هذا الحفل البهيج. أشكر بشكل خاص أستاذنا الصديق الزميل أستاذ عبد الحق عياش الذي وجه لي الدعوة. ويعني أؤكد هنا في هذا الصدد أن هذا الحفل هذا هو فعلا ينخرط ويدخل في صميم العمليات التعليمية التعلمية، لأن المدرسة في حاجة إلى مثل هذا الأنشطة الموازية من أجل تقوية ثقة المتعلم بنفسه، وأيضا من أجل فتح طريقة أو أخرى مجالات التشاور والتحاور بين الآباء الحاضرين معنا وبين معلميهم ومدرسيهم وإدارتهم التربوية، وهذا يندرج في إطار حكمة التدبير. طبعا بالنسبة لطفلتي الجميلة سفيرة القراءة العربية، سفيرة الوعي العربي، هذه الكتكوتة الرائعة، هذه التي حطمت أسطورة ميسي وحطمت أسطورة رولاندو، وأكدت بطريقتها الخاصة على أن النجوم ليسوا دائما كرتونيين، وأن النجوم الحقيقيين هما نجوم الوعي، نجوم القراءة. تحية خاصة لأبيها أستاذ الفلسفة وما أدراك ما الفلسفة، ولأمها أيضا على حسن تربيتها. هذه الفتاة، هذه الطفل الصغيرة، الطفلة الصغيرة تؤكد على أن التربية الوالدية ما زالت بخير، ما زالت بأخر. الذين يقولون أن الأسرة قدمت استقالتها في تربية أبنائها، هذه الطفلة تقلب المعادلة وتؤكد أن الأم والأب بخير، وأن المدرسة بخير، وأن المنظومة التعليمية بخير، غير خص داك الناس الآخرين يكونوا تا هما بخير باش نستمروا ونزيدوا القدام. وشكرا جزيلا. والصلاة والسلام على مولانا الطاهر المطهر محمد سيد البشر الهادي إلى الحق، وهو أشرف الخلق، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم وسعداء بلقياكم، وشكرا لكم إذ لبيتم دعوة هذه المؤسسة الغراء وحضرتم دعوة تندرج هذا اليوم بالاحتفاء بالبرعمة الصغيرة والكبيرة في أعيننا، مريم الجميلة، أسميها الورقاء، والورقاء هي الحمامة البيضاء الجميلة، أضيفها إلى قاموسك. أكيد قبل أن أتطرق إلى مضمون كلمتي، لابد أولا وأخيرا
أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل نساء ورجال التعليم وكل أطر التربية والتكوين على المجهودات الخلاقة التي يبذلونها من أجل تكوين ناشئة سليمة لغويا وفكريا. وأقول كما قال الأديب أمين الريحاني وهو أول من كتب الشعر المنثور متأثرا بكتابات الأديب الأمريكي ويليام كاتس فليس، إذا كانت الأرواح معرضة للأوهام والأجساد معرضة للأسقام فإن اللغة تحتاج إلى رجل الدين أحيانا وإلى رجل الطب أحيانا، فأما طبيب اللغة فهو أديبها، وأما إمامها فهو شاعرها. وحسنا فعلتم أنكم جمعتم في هذا المساء الأغر الجميل بين الدين واللغة أولاها بافتتاحية بالقرآن الكريم تلتها برعومة صغيرة، وثانيها اللغة حين شرفتم هذا التكريم البرعومة الجميلة مريم. وأقول لكم أيها الحضور الكريم قصة وقعت في عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن أبا الشاعر جرير كان قد رافقه إلى الحج والتقى بعلي بن أبي طالب، فقال لعلي هذا أبو جرير، قال له أريد أن يصبح ابني شاعرا، فأجابه علي قال له علمه القرآن. وبالفعل كلما درسنا تجربة الشعر من الشعر الجاهلي وإلى صدر الإسلام والشعراء المخضرمين إلا ووقفنا عن تجربة بعدها وهي تجربة شعر النقائض حيث برز الأخطل والفرزدق ومنهم جرير من الشعراء الوامقين ذوي الحس الوامق والإحساس الصادق. وبعدها يعني كانت تجارب الشعر العباسي لتنحط هذه اللغة لتظهر مرحلة أخرى مع محمود سامي البارودي وشعراء آخرين، وكانت هناك مرحلة البعث والإحياء والتطوير والتجديد والمعاصرة والتحديث. هذه المراحل الأدبية الجميلة في الشعر يجب أن لا نغفل منهما تجربة العصبة الأندلسية والرابطة القلمية، وكذلك تجربة أدباء المهجر. أدباء المهجر استحضر هنا العديد من الأدباء والشعراء كميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران، كيف بدأ التألق لغويا؟ بدأ بمثل هذه الجلسات، كان جمهور نخبوي عاشق للغة عاشق للإبداع. وفي سنة 2007 عندما التحقت آنذاك بالإذاعة الوطنية أجريت برنامجا مع الأستاذ العقار الذي كان رئيسا لاتحاد كتاب المغرب آنذاك، فكنا نطرح عليه العديد من الأسئلة، كانت آنذاك جائزة الكتابة وهي التي كانت معروفة، وطرحت له إشكالا في 2007 كان في برنامج أوراق ثقافية وسجلته معه بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، قلت له لماذا لا نخلق جائزة القراءة؟ بالفعل إنه الصواب، وفي تحدي القراءة بزغت نجمة في سماء العالم وهي النجمة مريم. أولا وقبل كل شيء أجدد التشجيع والتهنئة لتلميذتي وابنتي وصغيرتي مريم أمجد.
أغتنم هذه الفرصة لأهنئ مؤسسة بيوتيفول مومنت سكول باحتضانها للتلميذة مريم أمجون، ولا شك أنها ستكون إن شاء الله قيمة مضافة في هذه المؤسسة.